هذا الجراج بجر التبريد يبيعون الكيس ب 40 ريال، ب 40 خال ها؟ ب 40 يخدم ب 40 ريال. ما شاء الله جديد ذا. هلا هلا. الله يوفقك، هذا بجر التبريد اليوم الجمعة 7 7 1442. بيت الفلين بجر التبريد الآن يبيعون اللي حب قال يحرج الحرج حراج حرج البيعة 3 البيعة 300 ايه؟ كان إسام كم طال عمرك الحين؟ 280. إسام أنا مع الرجال ب 280 كجملة جملة، والتفريد التفريد اللي يبيع على 300. الزبيدي هذا الله يوفقه. الجراد الكيس الكبير مع الرجال اليوم يبيع ب 100، والصغير يبيع ب 25. اللي بيذوق الجراد اللي بيذوق الجراد تنب الله يعافيك، الله يوفقهم ويرزقهم ان شاء الله يستاهلون. وش فايده الجراد طال عمرك؟ التزيين للعظام. وش يفيد العظام؟ عشان ننفع الناس اللي يبون ياكلون الجراد. زين والله ما عاد ما زين، اسعى الله فيك هذا ولا هو. ايش فايده الجراد؟ عدلها لا عطنا ايش فايده الجراد يا شيخ؟ ها؟ يقول لي زين بطني زين كل شيء هاي. اوه. علاج علاج كل شيء. يقول لي جدوى الجراد انفردوا. انفردوا، هذه طبعا تسمعها من قديم من اجدادنا. لكن نبي اللي حصل يعني جرب جراد، هل في بدل نطلع نتائج له؟ حسب الرعي وحسب الرعي. حسب الرعي يعني. الراعي ذا كيف المفيد. هو طبعا يرعى. هو طال عمرك ما يخلي ولا تجره اللي يرعاها. نعم بس اي نعم. الربيع يعني الربيع غير. لا جاي من الربيع. لكن وش تفضل انه كيف يوكل يعني ايش حمس ولا لا طبخ 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 يعني ما الملح والله جيل كبير طول عمرك خوه اي نعم الملح حط ملح اي نعم ما تمسك الخش اذا كبوها كبوها عليها خليها يطير فيه الله مرات رجعت بس هذا كذا ويبس وحد يبس بعدين بعد الطبخ يبس بعد يبس. الشمس ايه يطحن بعد ما يطحنون ويحطونه مع مخزان ما عليك سوى عليه يعني كل واحد له طريق يعني ابوه ايه كل طريق ما شاء الله هذول اخوان الله يجزاهم خير افادونا بمعلومات وافيه عن الجراد الحقيقه وكيف طريقه طبخه واكله اللي بيقتل الجراد طبعا هو الجراد يعني اذا ما فادك ما ضرك اذا ما فادك ما ضرك ابدا اللي بيجرب تجربة يذوقه على ما قال الآن موجودين بجزء تبريدها الله يوفقهم ويرزقهم اليوم إن شاء الله ونشوفهم دائما مرتزقين يكون برضو بجزء تبريدة اليوم على 180 ترقى لي منهم الفلينات هذه على 180 ريال اللي تبي خذ لك واحد منهم اللي تبي خذ منهم اللي تبي الله يوفقهم هذا جراد أكياس كبار يبيعونه ما شاء الله يبيعونه من 70 على 70 على 70 ريال اللي يبي جملة ب 70 واللي يبي بدون على 100 على 100 كبار ذول يا وذول طال عمرك صغار كم؟ صغار ذول اللي يبي هذا على 15 على 15 ريال ايش فايدته جراد يا خال؟ كم؟ ايش فايدته جراد؟ فايدته؟ ايه والله في شهر في شهر؟ اي ابد يعني يقول لك الى جراد كب الدواء هذه كل المثل اللي نعرفه من يوم الاولى بس احنا عرفناه بس ان شاء الله بس هذا ما هو شيء فاضي الله يوفقك ويرزقهم ما شاء الله فاضي طبعا اخوان يقول الجراد يختلف نوعين من الجراد فيها المكن وفيها المكن اي نعم ب 80 بيضه 80 بيضه نعم ما شاء الله والزعيري كم هو؟ ذكر ما في شيء ما في شيء يعني اعتبر احنا الزعيري ذكر اخوي والمكن انت ها صحيح كلامك نعم لكن لا يعني الافضل من المكين يعني ايه ها خالص مخلوط يعني مخلوط يعني يعتبر مخلوط ها الله يوفقكم معلومه طيبه استفدنا من الاخوان الله يوفقكم خلاص فجع يبيعون ب 220 الفلين الصغير انا بالمعزي يا مرحبا هلا عن هذا الفقع بسيارة واحد حبيب علينا ودائما يبدعكم بالسواليف والقصائد اللي تعرفونه مع عبد الله الرشيدي ما شاء الله عليه معروف اللي دائما ننقل لكم صورة عن حق بضاعة الدهن وعن البقل في جريدة تبريدة عنده الفقع ذا حبة كبيرة اليوم يسامن على 250 الله الله الفلين اللي هو الصغير الله يرزقه يستاهل ابو عبد الله يستاهل ما شاء الله هذا زبيد طيب ما شاء الله كرتون موز كامل الكبير كرتون موز الكبير يحدونه 3000
و300 بيع 3300 نعم. كم يجي من فلين ذا صغير؟ والله يا غالي اتوقع يعني كم يعني ما اقدر اعطيك بالضبط كم سعره بس كم البيع 3300 والفلينات الصغيرات هذول على كم على 250 على 250 مع الرجال الله يحفظه ان شاء الله اليوم يرزقهم انا احد عيال بريده الحقيقه الله يعطيه العافيه ايش فايده تفاجئ هذا للعيون يعني يستعملون زي من العيون ايش سواب للعيون يطبخهم العام حقه يصير بالعيون اللي عيونهم وصلت يعني يطبخون وطعمكم من بعدين هم يعصرون ماء أيوة. يطبخون ويما النار ولا ذا هم يعصرون ماء للعين يعني يشوى شوي ولا طب لا 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 يشوى نوع الشوي شوي بعدين يسحبون المحق الله الله يحطونه بالعين لكن مفيد للنظر ان شاء الله يقولون والله يستاهل اذا كان مفيد للنظر حق السمنا قان اغلى من العيون اليوم والله العيون غالي عند الانسان يا اخي نعم نعم هذا برضو فقع ما شاء الله يبيعون الفلين الواحد اللي هو الصغير 300 ريال هذا برضو فقع مغربي الفلين الصغير يبيعونه 20 ناس اخوي وهذا كم 380 ريال وهذا 380 ريال هو الشب هذا يعتقد يقول الرجال انه مغربي يعني اي 4 كيلو هذا 4 كيلو والشب اللي قلنا 380 وهذا ب 120 اللي هو الفلين الصغير اللي هو هذا الفقع المغربي هذا جراد يبيعونه 30 ريال الكيس هذا كيس نعتبره متوسط يعني 30 ريال هذا فقع يبيعونه برضه ثاني الفلين ب 200 ريال الفقع ذا يبيعونه ب 200 ريال بجرة بريدة اليوم الجمعة بعد العصر اللي يبيع الفقع يجي لجردة عندهم الفقع ما شاء الله وعندهم الجراد بكثرة ما شاء الله الله يسلمه ما شاء الله هذا موسمه طبعا الآن اليوم الجمعة 7/7/1442 غطينا لكم اللي هو سوق الجردة في بريدة اللي دائم يحتوي على ما شاء الله جميع المنتجات الشعبية في هذا السوق فغطيناكم اليوم الجراد والفقع في هذا السوق اليوم الله يوفقكم ان شاء الله ويرزقكم